المدير الفني للفريق الاول لكره اليد سيدات بالنادي الاهلي كابتن ياسر، اهلا بيك. كابتن اخبارك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. الاول وانت طيب؟ بتتفرج على الماتش ولا لا؟ اتفرجت على الماتش بس حاجه تحزن. يعني ما كناش متوقعين كده خالص. بالظبط. للاسف للاسف انا لسه كنت بقول قبل ما حضرتك تدخل، يعني اقصى المتشائمين كان ما كانش يفتكر ان مصر يدخل فيها 3 اهداف او هدفين حتى. كتير كتير، احنا مش منتخب قليل. طيب طمني بقى على فريقك كابتن. احنا ان شاء الله احنا من الغد هنبدا فتره الاعداد بتاعتنا. تمام. انت عارف ان احنا عندنا السنه دي الدوري وكاس مصر ومنطقه القاهره، والسنه دي السوبر برضو ان شاء الله هيرجع. تمام. ده بنبدا نعمل فتره الاعداد. فتره الاعداد هننتقل ان شاء الله من الغد. يعني انت كان ناقص لك السوبر بس السنه دي؟ ايه ده؟ كان ناقص السوبر بس السنه دي؟ كان ناقص السنه دي السوبر. ان شاء الله. انت وشك حلو والله يا صلاح، جاب لنا ضربه جزاء اهو يا كابتن. يلا يا مسهل يا رب. يا مسهل، لسه بدري والله، لسه بدري. انا عمال اقول يا رب لاخر ثانيه. يا رب يا رب. المهم ان احنا جبنا جون في كاس العالم. بالظبط. اتفضل يا كابتن اتفضل. ان شاء الله احنا هنبدا من بكره. بدايتنا ان شاء الله هتبقى صباحا ومساء. تمام. تمرين الصبح، تمرين بعد الظهر. الصبح زي ما احنا متعودين، السنه اللي فاتت انت عارف ان احنا كنا عملنا جيم كويس. تمام. السنه دي برضه ان شاء الله هيبقى في زي ما انت عارف البدني. هيبقى في ان شاء الله الجبل. هيبقى عندي الجيم، عندي التراك، ثم بعد كده بخش على الملعب ان شاء الله. السنه دي ان شاء الله طبعا انت عارف ان الحصول على القمه، انك تفضل على القمه ده شيء اصعب من اكيد انه بتحقق. تمام. اكيد. واحنا بقالنا سنتين الحمد لله واخدين اول كل البطولات. بنعمل السنه دي ان شاء الله، لان السنه دي في تدعيم من الانديه كتير. تمام. وباذن الله بنعمل ان احنا ناخد الاربع بطولات باذن الله ان شاء الله. ربنا معاك كابتن ياسر، بس انا عايزك توضح لي جزئيه الجبل اللي انا سمعتها دي. انا عندي البنات بنطلعهم من الجبل. تمام. انت عارف ان انت جبال الرمله دي بتفيد جدا الهاندبول. طبعا الهاندبول. طبعا. تمام. دي حاجه خطيره. بالظبط. وان شاء الله هيبقى في موسم حلو باذن الله. نهديه للاداره. تمام. وعلى راسهم طبعا كابتن محمود الخطيب. ان شاء الله باذن الله، ونامل باذن الله ان احنا نعمل بطوله عربيه السنه دي، بطوله كويسه وبطوله افريقيا. تمام. ان شاء الله يبقى لينا شان في البطوله الافريقيه والبطوله العربيه باذن الله يا رب. يعني انا اهتم او مهتم بموضوع الجبل ده، لان انا عارف ان هو حاجه مهمه جدا، انا جربتها شخصيا. يعني بيبقى جبل كابتن ياسر بتروحه المكان، ولا في جبل صناعي حضرتك مثلا في النادي او حاجه، عشان الناس بس تبقى عارفه حضرتك بتعمل ايه؟ احنا بنروح طبعا طريق بالبيت. تمام. في هناك جبال. تمام. تبقى قريبه من بعد ما بنعدي على طول بوابات البلبيس ان شاء الله. تمام. جبال هناك احجام كثيره، بقدر نعمل فيها تنويع في الاعلى في الاوطى في الاوطى. وسيدات كمان، يعني احنا بنتكلم على سيدات كمان. الحمد لله احنا من الفرق اللي بتبقى واقفه على رجليها. اكيد اكيد ما شاء الله اللي فاتت، وان شاء الله ان احنا بنعمل احسن كمان السنه دي باذن الله. كابتن ياسر، قول لي اهتمامات حضرتك بقطاع الناشئين ودور حضرتك في تصعيد الناشئات للفريق الاول. السنه دي انا مطلع من فرقه 98 8 لاعبات. ما شاء الله. ده رقم كبير. ما شاء الله رقم كبير فعلا. بالظبط. وعندي من 96 موجود معايا و95 والدرجه الاولى. تمام. عندي عنصر خبره، عندي فريق 95 96 ده كان السنه اللي قبل اللي فاتت، وانضم عليهم السنه دي 8 من 98. وعندي باخد من 2000 كمان، ان انا بعمل زي قاعده في الناشئين. تمام. ان احنا بنسلم الاجيال لبعضها يعني. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. نحمل ان شاء الله نشوف شكله كويس في الفرقه السنه دي. لكن القطاع غني بنشئاته يا كابتن. القطاع غني بنشئاته، ببنات الاهلي واولاد الاهلي.
كل التوفيق ليك كابتن ياسر صلاح المدير الفني للفريق الاول لكره اليد سيدات، كل التوفيق لحضرتك فيما هو قادم، بيتكلم بمنتهى الاحترافيه، كل التوفيق ليك في ما هو قادم. ما شاء الله خدوا زي ما قلت لحضراتكم حساسيه كا